كشفت شركة أستون مارتن عن صور لكل من نسختي كوبي وفولانتي ذات السقف المكشوف من طراز دي بي 9 لعام 2013، واللتين ستظهران بشكل رسمي خلال معرض باريس للسيارات نهاية الشهر الجاري. زودت السيارة الجديدة بمحرك مكون من 12 اسطوانة على شكل حرف V، سعته 6 لترات، يولد قوة تصل إلى 510 أحصنة و457 رطل لكل قدم من عزم الدوران، أي بزيادة بمقدار 40 حصانا و14 رطل لكل قدم مقارنة بالجيل الحالي من DB9. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.arabmotors.tv.